بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة والدرس الخامس من سلسلة لقاءاتنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأذنكم في البدء في استئناف كتاب التخلي عندما توقفنا عنده. قال رحمه الله تعالى في باب التخلي: وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله عز وجل يمقت ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قوله رحمه الله لما أورد هذا الحديث، حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، هذا الحديث فيه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستر نفسه ولا يكشف عورته أمام الناس، بل يكون في موضع خال، ولذا يسمى الخلاء، يعني أنه يخلو في مكان يتوارى عن الناس. كان صلى الله عليه وسلم يذهب حتى يتوارى عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة، هذا من آداب قضاء الحاجة أنه يتوارى عن الناس ولا يكشف عورته أمامه. هذه ناحية. الناحية الثانية: ولا يتحدثان، أنه لا يجوز التحدث والإنسان يقضي حاجته، ولا يتكلم وهو يقضي حاجته، وإنما يصمت حتى يقضي حاجته. ففيه فائدتان: الأولى أن الذي يقضي حاجته ينستر عن الناس، عن أنظار الناس. فائدة الثانية أنه لا يتحدث أثناء قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. المراد بمقت الله عز وجل، ومقت الله غضبه، المقت أشد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هو أشد الغضب المقت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. نعم، البراز المراد به قضاء الحاجة، سمي بالبراز لأن الذي يقضي حاجته يذهب في البراز، يعني في الفضاء والبر، ويطلق على الخارج أيضا، يطلق على الخارج أنه براز. وكان يغيب صلى الله عليه وسلم عن الناس، إذا أراد البراز أنه يذهب حتى يغيب عن الناس، ففيه الاستتار وقت قضاء الحاجة. نعم. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا مثل الحديث الذي قبل، يغيب عن الناس لا يراه أحد، وهذا من آداب قضاء الحاجة أنه يكون في موضع مستور، إما بالموضع المعد لذلك، وإما بأن يتوارى وراء يعني حائط أو وراء مرتفع. نعم.
ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. نعم، كذلك الذي يقضي حاجته ببول أو غائط لا يذكر الله بلسانه وقت قضاء الحاجة إجلالا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إجلالا لله سبحانه وتعالى. وإذا سلم أحد على الذي يتبول أو يقضي حاجته فإنه لا يرد السلام، لأن رد السلام كلام، والذي يقضي حاجته لا يتكلم مع الناس. نعم. وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، أنه إذا كان في مكان غير مبني وغير فإنه لا يرفع ثوبه، إذا أراد أن يتبول أو يتغوط فإنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لئلا تنكشف عورته أمام الناس. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. نعم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتوارى عن الناس، إما بمرتفع وإما بحائش نخل، يعني جدار النخل. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم، وهذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، أنه يكون وراء شيء يستره عن الناس، إما جدار وإما مرتفع من الأرض، وإما بأن يجمع ترابا ويجعله خلفه لأجل ألا يتنكشف عورته أمام الناس ويتلاعب به الشيطان. نعم. وعن أميمة بنت رقيقة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. نعم، كان عند سرير النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني مصنوع من العيدان، يبول فيه بالليل، فدل على جواز اتخاذ جرة أو إناء يبول فيه بالليل، ثم يؤخذ ويراق في مكان بعيد. نعم، وأنه لا بأس أن يتخذ الإنسان إناء أو جرة أو شيئا يتبول فيه في الليل، ثم يحمل هذا الشيء ويراق في مكان بعيد. نعم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، من آداب قضاء الحاجة أنه إذا جلس لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يستقبل القبلة يعني الكعبة، ولا يستدبرها، وإنما يجعلها إلى جنبه. نعم. ولأبي داود وغيره: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم،
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. نعم، هذا من آداب التخلي، أنه يحرم أن يستقبل القبلة ويستدبرها حال قضاء الحاجة، هذا في الفضاء. أما إذا كان في داخل بنيان قد اختلف العلماء في ذلك، بعضهم لا يرى بأسا أن يستقبل القبلة داخل البنيان أو يستدبرها، وبعضهم يرى أن الأمر أن هذا عام، المنع عام في من كان في الفضاء أو في داخل بنيان، أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، ولا يستطب بيمينه، وإذا فرغ فإنه يزيل أثر الخارج، يزيل أثر الخارج إما بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، وإما بالاستجمار بالحجارة المنقية، ثلاثة أحجار منقية أو حجر واحد له شعب تقوم مقام ثلاثة أحجار، فإذا مسح المخرج بالحجر ونشفه فهذا يكفي، هذا ما يسمى بالاستجمار، ويكفي عن الاستنجاء بالماء، كلاهما جائز. نعم، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. نعم، ثلاثة أحجار يعني إذا استجمر فإنه يستجمر بثلاثة أحجار وترا من أجل الوتر، ثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة، لا يستجمر بالروثة ولا بالرمة وهو شيء من أعضاء الحيوان الميت. نعم، أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم مشروعية التعليم لعموم الناس أو لخواص الإنسان إذا كان الإنسان يفوقهم علما أو مكانة؟ هو والدهم أو أبوهم في الأدب والاحترام والتوقير، وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم، يعني في الاحترام والتوقير عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا ما سبق الإشارة إليه، أنه إذا كان في بنيان فيجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، فهذا الحديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستدبرا للكعبة ومستقبلا للشام يعني لبيت المقدس، فدل على جواز ذلك في البنيان، وأنه إنما يحرم استقبال القبلة أو المسجد الأقصى أو الكعبة في الفضاء، أما في البنيان فيجوز. نعم، أحسن الله إليكم. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا كالذي قبله، أنه إذا كان يقضي حاجته داخل بنيان فلا يمنع من أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، فيخص هذا بالفضاء، أما البنيان فلا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هل يشرع لمن أراد البنيان أن يحتاط لذلك، وإلا أنه يبني أحيانا باتجاه القبلة فلا بأس عموما؟ يعني أحسن أنه ما يجعل يعني محل الخلاء إلى القبلة عند الإنشاء، أما إذا جاء مكان قد بني وانتهى فلا مانع أن يقضي حاجته فيه، لكن بداية أنه لما يجعل وجه
الحش أو محل قضاء الحاجة إلى القبلة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس الخامس من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا المجلس لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على تفضله بالشرح والتعليق والبيان. جزاه الله عنا أحسن الجزاء وأتمه وأوفاه. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه للدرس القادم إن شاء الله، والسلام.